شوفوا واضح كده ان ممنوع اوقف قدام محل العاب الفيديو. انا حشتري اللعبه وانتوا استنوا هنا في السياره، تمام؟ ماشي، بس حتشتري اللعبه اللي انا عايزها؟ يا سلام، لعبه ايش هذه؟ تحدي العمالقه 2. لا مالي، ابغى حرب الهامور الجزء الثالث. اللعبه هذه ما بيلعب فيها شخصين، حنجلس نستنى الدور. وليش حنجيب تحدي العمالقه واحنا لسه ما خلصنا الجزء الاول؟ الجزء الاول صعب قوي، بيقولوا ده اسهل بكتير. ايش ده؟ تفتكروا ايش الصوت ده؟ تقريبا كده جاي من بطني. في بطنك كربراتير يا عمي فلافيلو؟ بطلت. اوف بقى، كنا اشترينا اللعبه. اسكت يا فلافيلو، السياره خربت وانت تقول لي اللعبه؟ ماذا دهاكم؟ مش عارف انام خالص من صوتكم. رستم باشا، انت ايش بتسوي في السياره؟ يبدو لي انك ما عندكش فكره عن برودة الجو بالليل. يلا انزلوا، خلونا نشوف السياره ايش صار لها وبعدين نروح نشتري اللعبه. عربيتك طلعت عيانة يا درغام، سامع كحتها؟ بس يكفي يا فلافيلو، السيارات ما بتمرض. زوري وجعني مش قادر. بس أنا ما أفهم في السيارات. خلاص إحنا نوديها للدكتور يكشف عليها. أنت عندك حق، يلا نروح لدكتور السيارات، يلا. مو سيارة خربانة يا بابا، كيف حنوديها؟ حنشيلها ونمشي، يلا كلكم شيلوا معايا. يلا امشوا مع بعض. السيارة 34 هاء راء لام. هنا هنا، احنا موجودين. دي المريضة، سلامتها. معدتها مرة تعورها وكمان ضغطها واطي شوية. ايش هذا السؤال؟ وانا ايش اللي عرفني؟ دكتور انقذ عزوز يلا ارجوك. عزوز مين؟ عزوز، ما تسيبناش يا عزوزي. قوم وقف يا فلافيلو، ايش بتسوي؟ المهم خلونا اكشف عليها، اسمع نفسها الاول. أشغل لك الراديو، تسمعه هو كمان؟ وأنا كمان أخليه يكشف بالمرة على ظهري. إيش بو ظهرك؟ طالع له قطة تقريباً. درغام باشا، بصيت على عربيتك، والغريب إني ما فيهاش أي مشكلة واضحة خالص. طب ليش ما بتشتغل ليش؟ ملهاش نفسي يا ابني. بمعنى؟ يعني؟ هاتوا عربية تانية. طيب شوف يا دكتور، أنا عندي في ظهري هنا قطة بتطلع لي بالليل، أعمل لها إيه؟ قول لها بس وبس. يا سلام، الطب بتقدم. فكرت هتعمل ايه من غير عربية يا درغام؟ رح نركب باص يا اخي، ايش حنسوي يعني؟ تركبوا حضرتك يعني زي الحصان يا فندم؟ الكلام جا كده يا فلافيلو، الرحمة يا اخي لا تسوي فيا كده. لو اديتني كل يوم بسكوت صدقني هشيلك على كتافي ومش بهزر. ما في شيء اسمه كده اصلا. الله الله، وفين البروبلم؟ ايش ده؟ السيارة بتبكي يا بابا. لا تطفئ الضوء ارجوك، اني اخاف من الظلام. بس يكفي يا فلافيلو. أشكرك يا درغام. إيش اللي صار؟ ليش تتكلم بالفصحى؟ ركز يا أخي، عشان كده سموها العربية. فجأة ما حسيتش بداخلك شيء محرك. قولي بقى، هتعرف تدوس فرامل على مشاعرك يا وليه منطلق في الزعل قوي كده؟ الواحد لازم يرجع ريفرس أحيانا. خلاص؟ خلصت كل نكت السيارات حقتكم؟ آخر واحدة، آخر واحدة، عندك رخصة بكلامك ده؟ حلوة مش كده؟ دي مو حلوة. منتهى الإسفاف. آخر اثنين لم يعجبوني. وأنا ما أحبهم، مو مهم، بس لازم تشتغل، أنت تدري صح؟ يا إما حنعيش بدونك. لن أعمل يا درغام، أنا في قمة التعاسة. بس أنت مضطر فعلاً تشتغل، للأسف أنت سيارتنا الوحيدة. لست مضطراً على أي شيء، مفهوم؟ اركنوا على جنب. يا موتر، يا موتر استنى، لا تمشي. لا بابا، تقريبا كذا الموتر زعل مننا وخاصمنا. العربية عدت من هنا، زيت الموتور لسه سخن. ايه يا درغام، عجبك كده؟ احنا اتفقنا على بسكوت كل يوم ولا ايه؟ انا مو متأكد بالضبط، بسكوتة واحدة حلوة طبعا، بس الراحة اللي في سيارتي مو موجودة هنا. ما في مسند للكاسة مثلا. هات امسكها لك. ايه ده، ده عصير. انا هاخد بق بقى، سامحني فيه. بابا بابا تعالوا، لقيت الموتر. اركض يا رستم. ارقص زي الحصان، ارقص زي الحصان يا درغام. انت ايش بتسوي هنا وليش زعلت مننا؟ اتي الى هنا لابكي حالي، كيف عرفتم احوالي؟
هيا أخبروني كيف. شفنا زيت الموتور وجينا هنا على طور. ليس زيت محركي، فكيف وصلتم لنصيحتي؟ قلت لك يا فلفيلو يا أخي لا تسوي فيها ذكي. المهم شوف، أنت لازم يا حبيبي ترجع، الحياة من غيرك صعبة. الحياة هنا صعبة جداً جداً، دعوني في حالي. مو مهم، امشي يا فلفيلو امشي، ما في بيدنا شيء، يلا نمشي. لحظة، سوف أعود للعمل بشرط واحد فقط. استنى يا بابا استنى. هاي سيد موتر آمر، شوف إيش يرضيك ونسويه. ترون السيارة الوردية هناك في ساحة الخردة؟ تكون أختي، وضعوها في الساحة للأسف. أخرجوها وسأعود معكم، وعد شرف. لكم كلمتي. رح نطلعها لا تخاف يا موتر، ما في أسهل من كده. مين مشغل هذا المكان؟ النسر قرصان يا درغام وعصبته. نسيت، يا ريتك ما جاوبتني يا أخي. استمر، يلا ادخل أسرع. هاي عليكم. قول. إيش أقول؟ أي حاجة، غني. هوا هوا عالهادي، احنا سكننا بالوادي، لا مية ولا زادة. يبا يبا. بتقول ايه يا ابن انت؟ قول عايز ايه يا عم، خلصنا. طيب، احنا نبغى نشغل السيارة الزهري اللي هناك هادي، بعد اذنك لو سمحت. ده لما السما تبقى تمطر كفتة خفيف. كيف؟ ولا اقول لك لما المعيز يطلع لها جناحات وتبقى تطير في دواير. يعني هو قصده يقول لك مستحيل تاخدها ابدا يا بابا. ممكن تمطر كفتة عادي، بص السما مغيمة قوي. ليش مستحيل طيب؟ يلا امشوا من هنا يلا، معكوش فلوس وجايين تقولوا لي، ما تدينا العربية البامبي اللي موجودة عندكم، مش هتعب نفسي معاكم. يلا يلا طرزان ارميهم برا. انت قصدك مين؟ اوهو، انتوا بتلعبوا في الزبالة من غيري؟ تصدقوا زعلت منكم. ماذا حدث؟ ولا شيء، مو راضيين يعطونا السيارة. عندي حل عشان نقدر ندخل جوا المكان ده. اوه اي 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 رفيق، شوي شوي سوي سرعة، شوي طريق. اوه يا انا يا اما، اوه رجلي انكسرت غالبا، ده انا راجل مسكين، ساعدني ارجوك. هذا واجد مشكل، صبر صبر، هذا كسر بعدين جنجال كبير. اجروا خلاص، ما في كسر بوي، الهين تراك خلي ولي، شرطة نفرات حرامي. كبر شرطة، تحرك اسرع. صباح الفل، احنا جينا ما تخافيش. خير؟ نعم. مرحبا فيك يا هانم، اخوك ارسلنا هنا فجينا ننقذك من المكان هذا. اخي انا، اين مكانه؟ عرباوي، ماذا تفعل هنا؟ عرباوي مين؟ قلبي كان حاسس. وين روح؟ الهين انا اشوف مني مني. انت بتقول ايه بالظبط؟ نفرات في شيل ترك. ايه؟ مين سرقها؟ شك الاسد ورفيق ملهو. اكيد درغام. دخلوا جوه بسرعة، اجروا عشان نمسكهم. كيف تجرؤ على القدوم؟ دا 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 دا. واضح ان الموضوع كبير. ايش بتقولي؟ اخوك جاء عشان ينقذك. اي انقاذ هذا؟ انا اعمل هنا، تقدمت للعمل مع السيارات القديمة. الزيت بتاعي فين يا بنتي؟ لحظات وسأكون معك حالاً. كيف يعني؟ مو هم خدوكي غصباً عنك وحطوكي هنا؟ لا أبداً، تقدمنا للعمل هنا وقبلوني أنا ولم يقبلوه، فغضب وأراد تشتيت انتباهي. أنا أحق منك بالوظيفة. غيران، وأراك فعلت المستحيل لتشتيت انتباهي. في البداية، لكني حريص الآن على نجاحك، أنت أختنا الصغيرة ونحن نخاف عليك ونريد حمايتك. سامحينا، حياتنا حفر ومطبات من دونك. معليش يعني، بسبب مواضيعكم هذه إحنا مرة تعطلنا، ما يصير كده أبداً. آسفة، تسرعت في قراري معكم، أرجو منكم أن تسامحوا. ايه ارباب ارباب، هذا نفرات حرامي لك. دخلتوا مكاني من غير اذن، انا هوريكوا، مش هتفلتوا من ايدي. اهربوا سريعا، سيمسكونكم. بابا اقلب البراميل بسرعه. يلا يلا نمشي من هنا يلا. اتمنى لك التوفيق، مع السلامه. ما تهربوش. ايه ده؟ مش عارف اقف، انا بنزحلق. انقذوني. اوهو هربنا منهم. يلا بينا بقى نعمل سوا وقفة أبطال في الهواء. ها؟
إيش؟ مو خلاص؟ أنا مش هستحمل أكتر يا درغام. سنظل هكذا؟ ليث، اتصل يا ابني بأمك، خليها تجيب لنا أي ونش، رح نجلس كده كتير. بابا، ما أنا عارف أجيب التليفون. يا فندم، أهلاً يا فندم، انظري فوقك. ما أدري ليش سمعنا كلامك وسوينا هذه الوقفة. أيوة، أنا فعلاً غلطان. معلش بليز، قولي لي تاني، هو احنا فين كده؟ هذا معرض فني يا عم فلافيلو، في فنانين كتار بيجي يعرضوا شغلهم هنا. اوه، حلو قوي. ويطلع ايه ده بقى؟ مش فاهم. هاد بقى اسمه اللحم المنزوعة. حضرتك ما بيصير تاكل العمل الفني. هاتوا واحدة كده لاخوك الجوعان. ايش اللي بتسووه هذا؟ ده عمل فني مو اكل. اوه، بطني بتوجعني. اوه، بطني. أنا ما أعرف هذا الرجال. روزان، أنت جبتي لهنا ليه؟ روزان. بما إني شايف نور أبيض دلوقتي، يبقى أنا رحت عالم تاني. لم أذهب في أي اتجاه، كان هذا نور الكشاف. بجد؟ على كده بقى أنا لسه موجود وسطيكم فعلا. إيش بي يا دكتور؟ لا تخبي علينا، قل لنا الصراحة. لن أخبئها لأني لا أعرفها. كيف هذا يعني؟ إذن سأوضح لكم، لو الكوب هو المريض. خلاص بقيت كوباية. وهذه الكفتة. لا تجوعنا يا دكتور. لو وضعنا الكفتة في بطن المريض ماذا سيحدث؟ الكفتة رح تدوب. كما قلت بالضبط، لكن حالة فلافيلو بي مختلفة، سنضيف كفتة معدن بدل الكفتة العادية، فما رح تدوب. بالضبط، إنها بالفعل لن تذوب. يعني حيعيش بالكفتة طول حياته؟ للأسف، إنه مضطر للعيش مع الكفتة التي بداخله. أوه، أرجوك ما تقولش كده في وشي، حقول إيه لصاحب البيت دلوقتي؟ الكفتة ما رح تعيش معاك في البيت، هي بس حتفضل في معدتك. أوه، لا يجب أن أقول لكم، لكن في الحقيقة لدي صديق مخترع ولديه اختراعات، ويمكن أن يساعدكم في شيء كهذا، ولكنه شخص غريب جداً جداً. غريب كيف يعني؟ ماني فاهم. هذا معمله، المفروض إنه يكون موجود هنا. أنا بقى اسم الدكاترة أبو العينين منظور. شكله طبيعي، ما في شيء يخوف. أنا بقى اسم الدكاترة أبو العينين منظور. فهمنا فهمنا. أنا اسمي الدكاترة أبو العينين. دكتور بيغني راب؟ مرة حلو. ولد، لا تتريق على الرجال. شوفوا، اختفى. أنا أبو العينين منظور. إيه اللي أنت عملته ده؟ بتأكد أنت حقيقي ولا لأ؟ طلع حقيقي فعلاً. الدكتور قال لنا إن ممكن حضرتك تساعد عم فلافيلو، هذا صحيح؟ غالباً كده. طيب كيف رح تساعده؟ أساعده بده. ما تخافش خالص، ده جهاز للتصغير والتكبير والقلي والتحمير. اسم غريب والرجال هذا مريب. هنصغر الأتوبيس ده بالجهاز وندخله في جسم فلافيلو، وهنقضي على الكفتة اللي في معدته بالليزر، لكن برضه في مشكلة كبيرة. طيب ليش يا دكتور ما نصغر المشكلة بالجهاز؟ انت دمك خفيف قوي، بس المشكلة اننا محتاجين سواق بس يكون بيفهم كويس في السواقة داخل جسم الإنسان وفي استخدام الليزر. أنا التلاتة دول. ما تهزرش، دي شغلانة صعبة جدا. أنا أصلا طول الوقت بسوق سيارات في الفيديو جيم يا دكتور، لا تقلق. وأنا جبت 5 في امتحان الأحياء. وأنا أعرف أوقف على رجل واحدة. ما بعرف. خلاص، انتوا اقنعتوني، الحقيقة أنا أصلا مش لاقي حد غيركم يقوم بالمهمة الصعبة دي. يلا اركبوا الأتوبيس. أخيرا حنشوفكم كمان. يلا يا أولاد، يلا نركب بسرعة. أنا متحمس جدا. خليك انت هنا عشان هما اللي هيدخلوا جوا بطنك. حضرتك ذكي قوي. واو، هذا فيلو يد زي اللي في الألعاب. السرعة كانت ايش؟ R1 ولا R2؟ R1 سرعة، R2 تربو. خدوا بالكم سرعتها رهيبة. جاهزين؟ ها؟ انت جاهز يا فلافيلو؟ كل الاتوبيس. معقول احنا جوا عمو فلافيلو وغالبا احنا في اذنه. ايوه صح، هذه طبلة اذنه. هاي يا رزان، فين راح نروح الحين؟ لازم نروح للمعدة، حنعدي من قناة الاستاكيوس وبعدين حنعدي على المريء. خليكم متابعين اللافتات. انا
شفتها، الأستاكيوس. ادخل من هنا. الأستاكيوس؟ ياباني هذا ولا إيش؟ إحنا فين هنا؟ مساء الخير يا شباب، انتوا بتدوروا على حاجة؟ انزلوا انزلوا، ده انتوا نورتونا على الآخر. شت ليث، انتبه يا ابني وقفل الأبواب كويس. اللوحة بتقول كده بس الطريق مسدود. طيب اطلع قدام شوية يا ليث، يمكن ندفها وندخل جوا. يلا معايا. انتوا بتعملوا ايه بالزبط؟ يا ماما. اوبا، ايه دي بقى؟ دي خنفسه يا حبيبي، قبل ما تيجوا حطيتها شويه في الجهاز وقمت مكبرها حبتين، شكلها عاطفي صح؟ انا بيني وبينك بحب القطط اكتر، بس دي حلوه برضو. يا خبر، عندنا مشكله، شمع ودانك وقف الاتوبيس ومش عارفين يعدوا منه خالص. قصدك حلمي؟ حلمي؟ حلمي مين ده؟ شمع وداني اسمه حلمي. انا يا مؤكرم، بس لازم نقضي على حلمي. هتقضي عليه ازاي؟ لو سمحت يا أستاذ شمع الأذن، ممكن حضرتك تسمح لنا نعدي؟ بس طريقنا طويل شوية. يا واد سولو، يلا بسرعة خلصوا على الضيوف اللي جايين هنا من غير ما عدوا. أمرك يا كبير. ماشي قدروا، احنا ما بنحبش الغرب. يا ابني لا تصدم السيارة، عيب كده. كده زعلتوني ترى. ألو ألو، سامعني؟ انتوا لازم ترفعوا الاتوبيس لفوق وتقفوا قريب من السقف. ليش هنسوي كذا؟ اعمل الصح يا ليث. اتمنى ننجح. ايه ده، استنى، هو ايه الصوت ده؟ عشان يبقوا يسمعوا كلامي. اختي كميلة انتي، يا خنفستي يا لولو. ايه ده، الحق الخنفسة صغر التاني. ايه ازاي؟ ليه؟ مين؟ فين؟ ليه؟ ازاي؟ انت عارف ده معناه ايه؟ لا، ده معناه ان الجهاز مش بيأثر غير لمدة محددة بس. يعني بعد 6 دقايق بالظبط الاتوبيس هيرجع لحجمه الطبيعي مرة تانية وهو جوه بطنك. يا ترى بقى فهمت ولا اقول كمان؟ انت دايس على رجلي. آسف. تمام، لو انا توقعاتي صح احنا الحين في البطن. ابغى اضرب بالليزر، انا بديت اطفش يا اولاد. لما نقرب من الكفتة يا بابا. صوتك مواصل، أعتقد ما في شبكة، ارسل رسالة. لا تقلقي، قربنا خلاص. الكفتة هناك هي، جا دورك الحين يا بابا. أنا جاهز، وسعوا لخبير الليزر العالمي. يا السلام، مية مية، اتفرجوا على أبوكم. مرة راح تنبهروا الحين، أبوكم راح يفرجكم. يا نهار أبيض، ده حيضرب بالليزر. دكتور يا دكتور، أنا كمان عايز أضرب بالليزر. ليزر إيه دلوقتي؟ إلا سلكي مش شغال، إحنا لازم نقول لهم بسرعة، فاضل 3 دقايق يا ناصح. استنى ما انده لهم، يمكن يسمعونا. ألو، وجدتها، بس اللي هعمله ده خطر جدا على فكرة. انا هصغر نفسي عشان انزل في بطنك واقول لهم. طب وانت ازاي هتقدر توصل لهم؟ انا مش فاهم. استنى، اول ما انا اقول لك دوس على الزرار تقوم دايس على الزرار عشان اصغر. ها يلا دوس. عملت اللي عليا وزياده. ها لازم اشفطه بقى. 3 2 اضرب. ووهو، هذا هو الكلام. بسرعة انزلوا من عندكم بسرعة، يلا بسرعة. هذا صوت الدكتور، ايش اللي جابه هنا؟ انا بضيع، الحقوني يا جدعان، الحقوني بضيع. ممكن تسمعوني كويس؟ التجربة فشلت، لازم نخرج من جسم فلافيلو كلنا في أقل من دقيقة. طيب ولو ما خرجنا يا عبقري؟ الأتوبيس هيرجع لحجمه الطبيعي وفلافيلو هيفرقع. يلا يا جماعة دور واطلع بسرعة. أمرك يا قائد. أوه،
بسرعة بسرعة الحقوني من الودان. لا حلم هيضايقنا، مش هنلحق. الحل الوحيد اننا نخرج من البق كده. ما رح نلحق، احنا لسه في الرئتين. بسرعة، انا جت لي فكرة بس هحتاج فيها اللاسلكي. فلافيلو فلافيلو، هو انت سامعني؟ انا متوتر جدا وشكلي مش سامع حاجة. لا 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 انت سامع. بص انا عايزك تعطس دلوقتي، بس اعطس جامد. يلا اعطس. مش هعرف اعطس من غير دكتور. الترابيزة فيه فلفل اسود، خد شوية وشمهم بسرعة. عندك حاجات غريبة في حتت اغرب. المهم لقيته. اسرع شوية اسرع. شكلنا كده ما رح نوصل، لسه باقي كتير. هو لو عطس هيعمل طيار هوا جامد ينقلنا من الرئتين للبق. يلا يا فلافيلو يلا. انا كده مش مصدق اننا رجعنا تاني. كانت قوية، نلعب مرة ثانية؟ فلافيلو انت كويس؟ تضربني؟ بضربك بقى كده تلعب بالليزر من غيري؟ انا زعلان. استنى استنى، ما ينفعش تشغل الليزر دلوقتي خالص. هلعب بالليزر. استنى يا فلافيلو. يلا كفاية نوم، يلا قوم يا لي، يلا يا كسلان قوم. الفطور جاهز، ما رح استنى كثير. ممكن تخلص؟ انا كمان ابغى اجهز يا ليث. انت ما شفت ريموت التلفزيون يا ليث؟ وانا بعمل ايه هنا يا ليث؟ ماما ممكن العسل؟ قومي انت جيبي. ابغى عيش. عزيزتي وانت ما شفت الريموت؟ انت حليت الواجب يا ليث. الواجب فين يا ليث؟ تحرير مدينة سيلفيا كان امتى يا ليث؟ روح جيب لي هدول من السوق يا ليث. روح ارمي القمامة يا ليث. فين الريموت يا ليث؟ حليت الواجب يا ليث؟ ممكن تصلحني اللابتوب حقي يا ليث؟ افتح لي الفيديو جيم يا ليث. حكني ظهري بقوة يا الواجب ليث. خلص يا ليث. اللابتوب خرب تاني، أريد تشوفه يا ليث. الريموت فين يا ليث؟ حك بقوة يا ليث. اعمل لي مساج يا ليث. حضرت شنطتك يا ليث. الماوس مو شغال يا ليث. يا ليث ماني لاقي الريموت. لحد كمان شوية يا ليث. اضغط جامد يا ليث. غسلت أسنانك يا ليث. لحظة المفاتيح يا ليث. كفاية. الكفاية ولا الحكاية؟ كفاية. تمام سمعت. خلاص ماني قادرة أتحمل. ليش يعني؟ كل حاجة أنا، الريموت، الواجب، المنبه، الحك، اللابتوب، المدرسة، الباص، المطر، الطلبات. أنا حخرج أشم شوية هواء، حس إني راح أنفجر. واه لقيت الريموت يا ليث. ايش اللي بيصير هذا؟ انا متشكر قوي يا ابني. صحيح ان الواحد لما بيكون لوحده ما يقدرش يعمل كل حاجه. ايوه اسالني انا. ممكن تشيل الكابينه دي معايا لجوه؟ لو ساعدتني وشلتها هديك هديه حلوه هتعجبك. ايش تتكلم جد؟ لا طبعا بهزر، انا بالكتير ممكن اديك كوبايه ميه. يلا شيل شيل. وبيسالني بتتكلم بجد؟ طلع بيصدق. هو كان حد قال له اني بفرق هدايا؟ تمام كده، انا برضو مش هكسفك وهديك هديتك. عملته في المعمل بنفسي، ده هيعجبك قوي. انت اللي سويته؟ لا طبعا ما سويتوش، جبته من السوق. هعمله ازاي؟ هكون عملته عندي في المعمل مثلا يعني؟ هذا مره طعم يا دكتور. متشكر، ما كنتش اعرف. اصلا هنا بجزأ الذره وبعمل ليزر. تفتكر اعمل عصير كمان؟ المهم ما خبيش عليك، انا متوتر اليومين دول. ليش متوتر؟ عشان في عصير على شنبك. معقول هذا اللي موترك؟ لا
متوتر عشان مش لاقي اي حد اجرب عليه الاختراع الجديد بتاعي. ده ايش بيسوي؟ شكله بيسوي حلويات. لا حلويات ايه، اسمه جهاز آلية الضرب الجزئي. ايش يعني؟ يعني عبارة عن جهاز استنساخ بينسخ كل حاجة واي حاجة تيجي على بالك. شوف وراك، كل الورق حطيته في الجهاز وعملت له استنساخ، وكنت عايز استنسخ اكتر من كده بكتير، بس المكنة باظت فجأة واضطريت طبعا اخدها اوديها الصيانة عشان تتصلح. ورق تواليت؟ ما لقيت شيء احسن تسويه للاستنساخ. مش عارف ان ورق التواليت ده بقى غالي وكمان بيخلص بسرعة. اها، معنى كده اننا ممكن نستنسخ كل شيء؟ عمرك حسيت ان عيلتك وكل اللي حولك بيتوقع منك اشياء زيادة عن طاقتك؟ اكيد يا ابني طبعا، امال انت فاكر ان انت لوحدك اللي كده؟ لو عملت مني نسخ، نسختي ممكن تسوي الاشياء اللي بيطلبوها مني وتحل لي مشكلتي. تمام، انا هجرب الاختراع. بتتكلم بجد؟ ده احلى خبر سمعته في حياتي. تمام، يلا ادخل الكابينه دلوقتي. ها يلا دلوقتي، عايزك تستعد علشان هنبدا النسخ. انسخ يلا والزق. تمت التجربه، نسبه النجاح 100%. يعني نجحت؟ يعني نجحت؟ انا عبقري. ايش اللي انا شايفه هذا؟ انا صار عندي نسخة تشبهني بالضبط. ايوه صار عندي نسخة تشبهني بالضبط. لا انت ما عندك، انا اللي عندي، انت نسخة مني. لا انت النسخة، انا اللي عندي. شكرا جدا يا دكتور ابو العنين، الحين حياتي راح تصير احسن من الاول بكثير. يلا يا ليث اثنين. يا ترى اعمل نسخ لصينية بقلاوة بالفستق ولا اعملها بجوز الهند؟ ها؟ ليث، الريموت ضاع مني مرة تانية. تمام، جاي الحين. ليث اثنين، يلا روح بسرعة شوف الريموت هذا وين راح واعطيه لبابا. ها؟ ليث اثنين، انت فين رحت؟ يلي هنا، ما في احد موجود هنا ولا ايش؟ يا دكتور ابو العنين يا مخترع، انت مو موجود؟ مو مهم، انا راح اسوي اللي بنفسي. بصراحه حياه ليث هذا متعبه، راح استنسخ كم ليث كمان عشان ارتاح شويه من طلباتهم. يلا نبدا. ها ها يلا. فرصه سعيده يا ليث. اهلا بك يا ليث. مرحبا يا ليث. اهلا بكم يا ليث. ايه اللي بيحصل هنا؟ هو انت عملت ايه يا ابني بالظبط؟ هو انا قلت حاجة؟ ابعدوا ابعدوا، العقوني. ليث، انت رجعت تاني؟ ايوه. كويس. ايش ده؟ صباح الخير يا ليث. مين هدول؟ كده جاء وقت الفطور، هجوم. لا لا لا، تطلع كلكم مرة واحدة كده، استنوا. أكل، في أكل، في أكل. اهدى يا ولد، اهدى شوية شوية، لا تجري كده في البيت. في أكل، في أكل، في أكل، في أكل.
ايش في يا ليث؟ وانا قاعد احلم. تعالوا هنا بسرعه. البيت هذا جالس تصير فيه اشياء غريبه هذول اليومين. لا اشياء غريبه ايش، بس كل شيء طبيعي. يلا انا ماشي. هم وين راحوا؟ هم وين؟ رجعوا مره تانية، الحقونا. يا عنود بس الكنبة دي مش هتقضينا احنا الاثنين. اي تمام خلاص لا تقلقوا، انا راح احل الموضوع. ايه ده؟ انت فين مختفي؟ اها انت ايش جالس بتسوي؟ مفيش، بس كنت عايز انام شويه. ايه السؤال ده؟ نسخ ليث الغريبه جم هنا ومسكوني. مصيبه، حصلت حاجات وحشه قوي. نسختك نسخت نفسها وده خطر، ما ينفعش نسخه تعمل نسخ من نفسها، علشان كل النسخ دي هيبقى فيهم شر كبير قوي وهيدمروا كل حاجه تقابلهم. انا ماني فاهم اي شيء من اللي بتقوله، بس انت لازم تساعدني، لازم توقف النسخ. ايوه صح، سلاح البلازما بتاعي هنا وهو اللي هيخلصنا منهم. استنى، ما ينفع نأذيهم، هدول مهما صار نسخ مني كده جريمه في حقي. عندك حق برضو، حتى لو نسخة، بس مهما كان هم زينا. زينا كيف؟ عندي اختراع تاني ممكن يساعدنا قوي. انت يا ولد، بقولك ايه؟ تعال اقولك حاجة، ما تخافش هقولك كلمة صغيرة قوي. ليش كده؟ يلا ناكي دكتور، اضرب اضرب. نجحنا. أولي، دمرناهم كلهم. ليث ابني انت كويس؟ ابنكم مش كويس يا هانم، فاهمة؟ مش كويس، ما ينفعش تضغطوا عليه بالشكل ده. انتوا عايزين ايه منه بطلباتكم دي؟ بسببكم راح عمل من نفسه نسخ كتيرة قوي. معقول الكلام هذا؟ يعني شوية. احنا آسفين يا ابني، ما فكرنا نتعبك ابدا، بعد كده ما راح نتقل عليك بالطلبات ابدا. أوعدك إن كل واحد فينا حيسوي أشياء بنفسه، بس طبعاً كلنا لازم نساعد بعض، ما يصير واحد بس هو اللي يشتغل لحاله. معلش يا ابني لا تزعل، أنا عن نفسي ما رح أضيع الريموت مرة تانية. وأنا كمان أسفة ورح أصلح اللابتوب لمن يخرب. وأنا كمان مش حلعب اللعبة من وراك تاني. كمان بقول أنت كيف بتفوز فيها كتير كده؟ أنت غلبان قوي يا ليث، بس مش قد غلبي، ما تفرحش قوي. يلا يا ابني بسرعة، ادخل هنا وانا هحط كل النسخ بتاعتك في الكابينة التانية وهرجع العملية لحالتها القديمة ونخلص من النسخ المؤذية. تمام. اتخلصت من نسخي، حسيت اني في كابوس. يا ليث اقول لك شيء، بس ما ابغاك تتضايق مني. ما شفت الريموت فين راح لاني ما لقيته؟ لا. انا جوعان، فين الاكل؟ انا جوعان، فين الاكل؟ عايزين ناكل هم هم هم، عايزين ناكل هم هم هم. نبغى لحم وكبسه وكباب وشوربه. طيب خلاص خلاص اسكتوا، ما انا بشتغل بايديا ورجليا، انتوا مو شايفين؟ اكل وتنظيف ومع ذلك ماني ملاحقه. انت هتضحك علي؟ ايش الصعب في شغل البيت؟ اي احد يقدر يسويه، في دقيقتين بيخلص. يا سلام، دقيقتين؟ تتكلم جد؟ معليش انت مفكر انه سهل تصير ست بيت؟ ايوه طبعا مره سهل، انت ما شفت الشغل كيف. انت مو حاسس ان في شيء غريب تحت رجولك؟ ايوه في شيء تحت الطاوله. متذكر اللي بتسويه شغل؟ هذا اسمه لعب عيال، سوي شغل البيت يوم وحتشوف ان اللي بسويه صعب يا ضرغام باشا. تبغي تتحديني؟ انا موافق. يلا نبدا التحدي الحين يا العنود. انزل من على الطاوله وبعدين اتحداني. اسف، التحدي حيكون كالتالي، انا حصير رجال البيت لمده يوم واحد. قصدك ست البيت؟ بالضبط ست البيت، وانت حتكوني رجل اعمال لمده يوم واحد. سيده اعمال؟ سيده اعمال. عم فلافيلو ايش بتسوي تحت الطاولة؟ انا مستني الاكل اللي هيقع منكم، اصل كل الاكل اللي عندي في البيت خلص. تمام يا ضرغام متفقين، انا قبلت التحدي خلاص، بس ممكن تقولي الخسران ايش حيجيب للربحان؟ طبعا حيجيب ممكن
ممكن يجي مهلبية. ما يصير لا مهلبيت. ايش الخسران حيعمل للربحان اللي يبغاه، اي شيء يبغاه او يحلم فيه في اي وقت. تمام انا موافقه، راي المهلبيه كانت احسن. انا رايحه الشغل حقك يا ضرغام. صحيح ايش اللي لابسه على راسك؟ هذا عشان اصير زي ستات البيوت. ما له علاقه ابدا. المهم انا رح اروح الحين، اعطيتك لسته بالاشياء اللي حتنعمل واخذت اللسته حقتك. يلا باي باي، حتاخر على الشغل. باي باي. يلا يا رزان، انت اكيد حتساعديني في شغل البيت طبعا. معلش بس عندنا بكره اختبار ولازم نذاكر. فلافيلو يلا يا اولاد يلا، انا هساعدكم في المذاكره. يا فلافيلو انت ايش علاقتك بالمذاكره؟ تعال هنا بسرعه. يلا يلا لازم نهرب يا شباب. اكتب يا بنتي. العنقوديه، العنقوديه التحتيه، العنقوديه الفوقيه، العنقوديه الدوديه. اول شيء الغسيل، مو مشكله نحطهم كلهم. وانت معاهم يلا يا حلو. وانت كمان معاهم جوا. وانت كمان. ونحط من هذا شوية مثلا وشوية من هذا. وممكن نحط كولونيا عشان ريحة الغسيل تصير حلوة، ومعجون أسنان عشان ينظف ويصير زي الألماس. جاهز؟ ابدأ. دوري يا حلوة، لفة كمان. دوري ولفي، لفة كمان. دوري دوري. خلصت. ايه ده؟ مثلث. مسدس؟ مثلث. ايه ده؟ محبرة. بقرة. محبرة محبرة. بقرة بقرة. وده؟ حبر. عم فلافيلو ممكن تسيب اشيائي؟ مو كان المفروض تساعدنا؟ ايوه صح. اكتبي انواع الاشكال الهندسية. 1 رغاوي. رغاوي كيف؟ رغاوي ايش؟ رغوة من رغاوي بتاعت الصابون. ازاي مش عارفاها؟ ايش اللي بتقوله هذا؟ ايش علاقته بالهندسة؟ انت كده بتعطلني. في رغاوي جاية يا رزان، رغاوي كتير قوي. الحين الدور على الاكل. ايش اسوي ايش اسوي؟ بطاطس. ايوه رح اسوي بطاطس للاولاد. نحط هادولة ومعاهم هادولة وهادولة كمان. ونحط عليهم كمان مويه. تمام، اصلا لما تستوي حيبان عليها، وبعدين اطفي النار على طول. طلع مره سهل شغل البيت هذا. بقي دخل في رغاوي. درغام درغام انت فين؟ انا هنا فلافيلو، انت اللي فين؟ ايش اللي صار هذا؟ شكل الرغاوي الفضائيه ملت البيت ومش هتسيبنا، لازم نهرب. ارحمنا يا اخي، مو كل حاجه تقول عليها فضائيه. الرغاوي هذه من فين جت؟ اولي هذه حفله رغاوي ولا ايش؟ انا مره احبها. هي دي حفله رغاوي؟ يا سلام، يلا بينا نلعب. يلا معايا ارقص. يلا هذه المره ارقص اقوى. لا هذه مو حفلة رغاوي ولا شيء، وقفوا وشوفوا لي حل المصيبة هذه. اعتقد كده ان الرغاوي جاي من الحمام. اجروا اجروا نشوف الحمام. كده احنا خلاص عرفنا ايش سبب الرغاوي. بصفتي رئيس حزب الرغاوي قررت اني احل المشكلة دي فاطمنه. بابا شوف الورقة اللي ماما ادتك هي ايش مكتوب فيها؟ اياك تحط الابيض مع الملون في الغسالة سوا، ولازم تستخدم المسحوق الصح. فعلا انا ما حطيت المسحوق مضبوط، وحطيت اشياء تانية تخلي الريحة حلوة. المهم الحين شوفوا، انا حجيب السطل والممسحة وننظف الرغاوي هذه بسرعة. لا البطاطس على النار. فلافيلو روح شوف البطاطس بسرعة. بطاطس بطاطس انا هاكلك، بطاطس بطاطس انا هاكلك. يلا اجروا بسرعة. ايش اللي صار؟ يا ماما. ايه ده يا ماما؟ ايه رجلي. اسكتوا شوية ووطوا صوتكم عشان اعرف اذاكر، عندي اختبار. ما يصير تلعبوا طول الوقت كده كتير.
هو طبيعي ان القدر هذا ينهز كده؟ اكيد طبعا هذا طبيعي، هو كده يعني حيصفر كمان شويه وانا حقفل النار. يا حكم ولا ايه؟ حتصفر ازاي؟ من جد يا بابا، صفاره ايش؟ ما في صفاره. يعني ما في صفاره في القدر؟ بابا القدر كده راح ينفجر وانت ما عرفت عشان ما في صفاره. لا نم نم، تسلم ايدك يا درغام. انا ايش اسوي؟ كل البيت غرق، انا كده خسرت. ايش هذا؟ شكله وحش، اكيد لما الملابس اختلطت مع كل الاشياء اللي انا حطيتها طلع لنا الوحش الغريب هذا. طب ايه رايكم لو نسميه روزي؟ يعني روزي هو اللي بهدل وخرب كل شيء بالشكل هذا؟ بسبب كل اللي سويته هنا انا حخسر التحدي مع العنود. هذا الرجال كله معصص. خذ دي. هو انا عملت ايه؟ بيصرخ ليه؟ بيصرخ عشان انت كبيت عليه عصير الكرز. طبيعي يصرخ، ما هو ايش اكبر عدو لللبس والقماش؟ عصير الكرز. مرة حلو، يعني ما هوقف الوحش الا بعصير الكرز. انا قلت غزل بنات بس ما حدش خد باله. فلافيلو حاول تمشي بسرعة وروح جيب علبة عصير كرز من الثلاجة بس وانت متخبي. علي ما ينفس حالا يا فندم. هوها. تفضلي يا علود هانم، تفضلي. حضرتك مدير متواضع. أنا مدير محظوظ لأنه عندي موظفة ناجحة وشاطرة كتير بشغلها، وهاد غير ذكائها القوي. بفضل ذكائك شركتنا زادت أرباحها بيوم واحد 500%، والإنتاج كمان زاد أضعاف. خبريني رأيك لو حبيتي تشتغلي معنا محل الأستاذ درغام. شكراً، ما أعرف إيش أقول لحضرتك، حفكر في كلامك. أنا راح أستأذن. إيش؟ هدول ليش ما بيفتحوا الباب؟ ألو؟ إيوة يا العنود. إيش؟ صحيح؟ أنت برا على الباب؟ كده انتهت العنود، خلاص وصلت. لازم أرتب البيت بسرعة، راح أخسر. فين الكرز؟ حالاً يا ريس جاي. فلافيلو بسرعة اشرب عصير الكرز هذا. أشرب حاجات ببلاش. يلا يا ابني امسك معايا رجول عمك فلافيلو. امسك نفسك يا فلافيلو. لا مش عارف، ما ينفع، لازم ننهي الموضوع. لا لا لا. احنا فزنا. العنود؟ وطبعا كده اللي فاز بالتحدي العنود. معلش بقى درغام. ايش اللي سويته هذا؟ فهمني، الوحش الروز طلع من فين؟ ابغى اسمع ردك لو سمحت. عنود، الموضوع ان انا ما عرفت اسوي اي شيء. لا تزعلي نفسك ابدا، انا ما كنت اعرف ان شغل ست البيت صعب مره كده. ممكن تقول لي ايش اللي تعلمته من التحدي؟ اتعلمت ان كل شغل فيه صعوبات كبيره وان كلنا بنتعب زي بعض. طيب بما اني فزت بالتحدي حتسوي اللي انا ابغاه. اتفضل الممسحه والجردل هدول، ويلا نظف البيت كله، يلا اتحرك. وانتوا طبعا حتساعدوني مو كده ولا ايش؟ لا، احنا حنلعب ونتزحلق هنا، مو كده يا اولاد؟ نتزحلق. لعبة حلوة. كفاية شغل بيت حرام عليكم. عمو فلافيلو لعيب حريف، اخذ الكورة من نص الملعب وماشي، بس الكورة ضاعت منه. اسكت ليث، مش عارف ما عافش فاعر، قصدي مش عافر اركز. اتكلم يا ليث، اتكلم. درغام اخذ الكورة وداخل منطقة الجزاء، سوى حركة مو معقولة ابدا. جول! يا سلام، ده ما يتحسبش، ليث خلاني مش عارف اركز نهائيا. انت جبت الجون ده بالحظ. لا، انا جبته بحرفنتي. لا بالحظ. لا حرفنا. لا بالحظ. قولي لي يا رزان يا بنتي، الجول هذا بالحظ ولا بالحرفنة؟ أنا لا أؤمن بالحظ، أنا أؤمن بالعمل الجاد فقط يا بابا. ما تهزريش يا بنتي، إزاي مش معترفة بالحظ؟ ما في شيء اسمه حظ. لا في، والجول اللي جابه كان حظ. طيب يا عم فلافيلو، ما راح أتناقش معاك الحين. ها؟ دقيقة، كيف هذا؟ حفلة التوقيع اليوم؟ حفلة توقيع إيش؟ سوي نفسك مسامع وكمل لعب عادي.
مش معقول منيو اللعبة دي حلوة دي. ايه الاختيارات كتير والجويستيك جديد وهايل. حفلة توقيع اشهر علماء العالم كله موعدها اليوم. طيب ما تروحي يا بنتي، فين الحفلة؟ مكتوب كاتابونيا. كاتابونيا هادي وين؟ كاتابونيا هادي مرة بعيد، هادي في آخر الدنيا على بعد أكثر من مليون سنة ضوئية. يا ليث تتكلم جد، هي بعيدة كده؟ أبعد من دفتروزة بكثير. الشاشة تقسمت أربعة. بس هذا مكان مرة بعيد. بابا هذا وقت كرت المصلحة. لا 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 دقيقة. لا طلع الكرت الحين. آسفة. كرت المصلحة مستحيل. إيش يعني كرت المصلحة؟ الكرت هذا أنا فزت بيه لما بابا طلب مساعدتي ورحت ساعدته. صار بابا يسوي لي كل اللي أنا أبغاه في الوقت اللي أنا أحدده بكيفي. أنا انتهيت يا بنتي، المكان هذا بعيد. أنت ما سمعت يا بنتي؟ ليث قال هذه بعد دفتروزة. كرت المصلحة تترر. كرت المصلحة تترر. طيب يبقى كده ليث وفلافيلو لازم يجوا معانا. لا 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 انا ما ابغى اروح. ايوه يا اما ما حتلعبوا بالفيديو جيم ابدا. لا احنا الحين حنكتب اسم المكان اللي نبغى نروحه على جهاز الجي بي اس هنا. كا تا بو نيا. ها امشي مباشرة لمسافة 3 مليار كيلومتر ولف يسار. 3 مليار كيلومتر؟ رايحين المريخ. أكيد في غلط، كاتابونيا مو بعيدة لهذه الدرجة. ليس خطأ، المكان بعيد جدا. لو سمحتي لا تتكلمي كثير وتزعجينا. أتمنى أن تتخطى المدخل. بابا أرجوك لو سمحت لا تعصب الجي بي اس. شوف اللافتة يا بابا عشان ما نفوت الملف. يا ابني ليش أشوف اللافتة؟ أنا أصلاً ماشي على جهاز الجي بي اس. اتفضلي يلا قولي لنا الطريق. تقريباً كده خصمتنا. علق الجي بي اس، علق. قولي بسرعة الملف حيفوت. أدخل ولا لا؟ أدخل ولا لا؟ أنا خايف. تخطيتم الملف، لفوا وارجعوا. إيش؟ كيف يعني أرجع على الطريق السريع؟ شفتي يا رزان؟ شفتي إن في حظ؟ إحنا حظنا وحش، يعني في حاجة اسمها حظ. هذا ما له علاقة بالحظ، إحنا كنا ساعتها في النفق فكان الإنترنت مو كويس وعشان كده الجي بي اس ما كان مجمع فطبعاً فوتنا الملف. عارفة كل حاجة. بدأت الزحمة المزعجة. أعمال تصليح في الطريق، مدة الازدحام 356 مليار تريليار مليون ساعة. إيش؟ طيب أنا هنام صباح ولا خير. مبروك علينا، خلاص إحنا انحبسنا هنا. لا ما في الكلام هذا، إياكم أبداً تصدقوا الجي بي اس. لو سمحت يا أستاذ الطريق قدام مرة زحمة ولا إيش؟ مفيش زيها، كنت واقف قدام شوية بس ما قدرتش أستحمل، بعت العربية هنا ودلوقتي خدت الفلوس ومروح. يلا سلام. لا 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 ما ينفع. أنا عندي فكرة. إحنا وصلنا ولا إيه؟ وصلنا كله ينزل، ما رح نستنى في الزحمة هذه، إحنا هنركب المترو. أوف يا رزان أوف، بعد ما تاخد التوقيع على الكتاب لازم تحلي مشكلة الجوع في العالم حتى لا يكون كل هذا على الفاضي. كلكم هنا يا أولاد. ايوه يا بابا كلنا ركبنا هنا. انا حطوني فوق زي الشنطة، الحقني انا بقيت شنطة درغام. شنطتي برا. كتبي بتطيح، احنا لازم نفتح الباب. الشنطة مهمة، جواتها كتاب حوقعه من العالم، أحد يوقف المترو بسرعة. هو ده وقت شد عصاية الفرامل وأنا لا شدها. هؤلاء
مزعجون، هم من شدوا الفرامل. اي انتم تعالوا سريعا، الحقونا حيمسكونا. ايش حنسوي؟ نلف حوالين نفسنا ثلاث مرات. لا ده مش حينقذنا، خلينا. توجد عقوبة لمن يشد الفرامل بدون سبب، تعالوا معنا على القسم. اقول لكم انا شفت سلم هنا بيطلع فوق، يلا بسرعة. هاي انتظروا، لا تهربوا، يلا بسرعة، يلا يلا بسرعة، يلا بسرعة، يلا انا تعبت، مو قادر، مش قادر، انا تعبت مش قادر. رزان ارفعي راسك وشوفي اللافتة هذه بسرعة. ها؟ ايش؟ مو معقول احنا وصلنا كاتابونيا. لأول مرة يبقى عندنا حظ. قولي قلتلك يا رزان ان في حاجة اسمها حظ. كاتابونيا؟ ماني مصدق عيوني، احنا اول حيوانات ندخل هنا، دخلنا التاريخ. لو سمحت يا عمو، فين معرض الكتاب اللي هنا؟ معرض الكتاب؟ لا اعرف. كيف حضرتك ما تعرف مكان المعرض؟ عرفان، يوجد معرض كتاب هنا، سمعت عنه؟ معرض الكتاب؟ نعم لقد اصطحبت ابني إليه، لكن هذا في مونتبول يا ابنتي، ما الذي يأتي به إلى هنا؟ لا تمزحوا يا جماعة، أنتوا إيش بتقولوا؟ مو هذه كاتابونيا؟ نعم. مو معرض الكتاب في كاتابونيا؟ لا ليس في كاتابونيا، في باتانوبيا، في باتانوبيا، باتانوبيا، باتانوبيا. رزان أنت كويسة يا بنتي؟ رزان أنت سمع صوتنا كويس ولا في صدى صوت؟ ايش اللي صار؟ لا تقلقي يا بنتي، خيبة الأمل والتعب لما اتحدوا عليكي ما تحملتي وجاك الإغماء فورا، بس كده. والمعرض ايش صار في المعرض؟ للأسف خلاص احنا صرنا في الليل والمعرض خلص من بدري. معلش حظك وحش يا رزان. ما في شيء، بمعنى حظ قلت لك. تمام ما تتعصبيش. يا للحظ، اليوم لدي حظ سيء. مساء الخير يا حضرة الضابط، هل يمكنك مساعدتي؟ أريد نفخ إطار السيارة. كيف هذا صار؟ لو سمحتم يا جماعة، أكو أي مكان نشرب فيه قهوة ويكون قريب من هنا؟ كنا موجودين بحفلة توقيع الكتب من الصبح ووايد تعبنا. أنتو كتابك طاح يا بنيتي. أوه هذا كتابي أنا، إحنا عندنا معجبة صغيرة بالكتاب هني، شو اسمك؟ ر ر ر ر ر بنتي رزان، اسمها رزان. مع أمنياتي لتحقيق أحلامك وتعيشي سنين كلها نجاح. كلها علم ومليانة ضحك، ما حبي. ها؟ تمام هاتش، تفضلي نسختك يا بنيتي. شكراً. يوجد هنا مقهى صغير، يمكنكم شرب قهوة حتى يتم إصلاح العجلة. مشكور جداً، باي باي. ايش يا اولاد، كيف هذا؟ كيف حصل هذا؟ اعتقد ان عادي جدا انه هم راجعين من المعرض، كفر الباص انفجر جنبنا. رايي ان ده ايوه هذا كان فعلا حظ. صح عندك حق، هذا حظ. ايوه في شيء اسمه حظ. انا مره مبسوطه اليوم، هذا اجمل يوم حصل لي في حياتي. بما انك يا رزان وقعت الكتاب، مو يلا نروح البيت؟ فلينتبه الجميع، معلومات عن الاربعه الذين شدوا فرامل المترو: واحد كبير يرتدي احمر، واحد صغير يرتدي طاقيه، واحده صغيره بشعر ابيض، وفيل بنفسجي 160 كيلو. لا انا اقل من 160. يا أولاد يلا جاء الوقت إننا نروح على البيت. اجروا اجروا. التلج مرة حلو اليوم. رأيكم حيقفلوا المدارس؟ أكيد أكيد، بصوا رستم باشا بقى كلب متلج. بلي 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 بلي. تعالوا الأخبار هتبدأ، يلا الأخبار. شوفوا إيش كاتبين. اليوم البقالات اللي في المنطقة مقفلة اليوم بسبب التلج الفظيع هذا. البقالات يعني؟ أولي استنوا اسمعوا الباقي. وبسبب التلج الكثير في المنطقة كل المحلات قفلت، وبالذات محلات، يلا قولي، محلات الكفتة كلها قفلت. إيش؟ لا شوفوا ايش كاتبين. شكلي كده هفتح محل كفتة. كاتبين كل مدارس المرحلة الابتدائية والاعدادية اجازة، يلا نطلع الشارع ونلعب بالتلج. اولي يلا تعالوا.
أنا بقى مش هتكسف من سني وأنا هخاف على صحتي. مباراة كرة التلج. انتبهوا. ايه خد يا غو، بلعت كرة التلج. طعمها مش وحش. هجوم عكسي. يا جماعة خليكم منظمين، محدش يرمي على الوش، كله بيرمي على وشي، بيرمي على وش. ما ترموش ده، ما ترموش، جاس فيا، جاس فيا، اتجمد. احنا هنبني احسن راجل تلج في المنطقة. سمعت يا كمبار، صار عنا منافسين. راجل التلج بتاعنا ده ما فيه زيه، لابس نظارة شمس وكمان عنده سام. ضابط التلج. انا دايما عصبي ومتنرفز، وهخلي رجل التلج بتاعي زيي. هتلج بسرعة، هات الجزر عشان ورجيهم هلا شو بدي اعمل. مواطنين الحي الكرام، اتخذت قراراً فورياً، وهو تنظيم مسابقة أحسن رجل ثلج في الحي، والمسابقة تنتهي صباح الغد، مفهوم؟ بابا، لازم نسوي رجل ثلج. أيوة هنسوي، إيش نسميه؟ أبو طويلة. أيوة، أبو طويلة، اسم سخيف مرة. حطوا هذا، لازم تترررام. أقدم لكم أبو طويلة. وليش السطل على راسه؟ أصلي ما لقيتش طاقية، هو كده جيمس بالبندق. ودحين لازم نحطه جوا الصندوق هذا عشان ما أحد يقلد رجل التلج حقنا أبداً. آه، تصبح على خير يا بومبو. تمام، يلا نمشي ونيجي الصباح. أوه، بتعمل إيه يا رستم باشا؟ مستخبي؟ أوه، أي شكراً يا فلافيلو. بتخطط ليه يا رستم باشا؟ رجعولي مسكوتي لو سمحتوا. يا ابني سيب البطانية في ايه؟ انت بتعمل ايه؟ مستحيل مستحيل. تمسكوا جيدا. ما مسكتش كويس. أوه آسف جداً، وسعوا بسرعة، أنا رايح أكسب مسابقة أحسن رجل تال. يا مامي أنا بتزحلق، ساعدوني، حد يمسكني، حد يمسكني. انتبه يا ابني، لا تدفني يا حبيبي. بابا استنى، إيش الأخبار تحت؟ يلا انزل. لا لا ما تنزل، ممكن بعدين تطيح. إيش هذا؟ ده تلج مخفي. بقيت شبه كرة البولينج. أبغى أعرف وين أبو طويلة. شوف يا بابا كيف هذا حصل. طلع من شرنقته وطار زي الفراشة. قرصان وطرزان وطمان هم اللي سووا كده. تعالوا يلا نروح لهم. يا ريس، أين رجل الثلج؟ أهم جم اللي سرقوا رجل الثلج بتاعنا. لا، أنتوا اللي سرقتونا. ورجل الثلج وين راح؟ ضابط التلج وين راح؟ لو ما عملش اللي قلتلك عليه ما بقاش أنا كرومبو. اسمك مش كده أصلا. كفك. كده تكسفني يا مان. الصندوق بيتكلم. صندوق إيه؟ أنا رستم باشا. وإيش اللي صار لملابسك؟ مش هتصدقوا اللي حصل، بس رجالة التلج سرقوا هدومي كلها. معقول؟ أنت دماغك اتجمدت تاني ولا إيه؟ التكييف اللي في المحل بتاعي اتسرق. ايش؟ وانا التكييف بتاعي اتسرق برضو، وانا تلاجتي اختفت. في اشياء غريبة مرة بتصير في الحي اليوم. انا ما بعرفش اعزف غير دي. اسحب اسحب، غير هذا، خلك منه، ما ينفع.
خذ هذه الثلاجة، اخلع التكييف. الحين ايش بنسوي بكل هذه الثلاجات والمكيفات؟ حنجهز بيتنا. هيه ما تهزرش، وزي ما انتوا عارفين طبعا لما الشمس هتطلع هتسخن الجو، فالتلج يدوب خالص، واحنا بقى هنختفي من على وش الارض، فاحنا هنسقع الدنيا حوالينا بالتلاجات والتكيفات دي، واحنا هنعيش للابد. يا عمي يا عمي يا عمي، لو بتسمح ابي اخذ هذا التويستر حق السندوتشات. اسمع كلام ابو طويله. ابو طويله؟ ها، هو ايه الاسم ده؟ هو يعني ايه ابو طويله اصلا؟ انا مش فاهم. بالامس اختفت ثلاجات وتكييفات عديده من المحلات بشكل غامض ومثير جدا، وبناء عليه اعلن رئيس البلديه ما يلي: لدينا شكوك ان رجال ثلج شريرين هم وراء ما حدث، لذا خصصنا جائزه كبيره لمن يساعدنا في التوصل اليهم. سمعت تصريح رئيس البلديه؟ قال هيدينا جايزه لو مسكنا رجال الثلج الشريرين. ونحن شلون بدنا نقضي على رجال الثلج؟ كنت عارف ان اليوم ده هيجي، عشان كده اخذت احتياطاتي. من فين عرفت ان شيء زي هذا حيصير يا ابو العنين؟ انا في وقت فراغي احب اقترح حاجات. اتفضلوا، مكن التجفيف الشعر اللاسلكيه، واربطوا المولدات دي في ظهركم. وانت كمان. وانا كمان وانا كمان، ده شكله حلو. هذه اللحظه اللي لازم نتحد فيها وننسى كل الكره والعداوه اللي بيننا. خلاص ماشي، هنمشيها المره دي بس. هذا مو بكيفك، سامع كلامي؟ كده يبقى عيب قوي يا درغام، خلينا اصحاب. ها؟ شوفوا، في خبر على الانترنت، رجال الثلج موجودين في تكنو مول، بس يا جماعه حاطين كماين مره كثير في الطريق. يا جماعه احنا محتاجين سياره كبيره عشان نعدي الكماين هذه. يلا اركبوا خلونا نروح. واو، هذه سياره الثلج حقت البلديه. احنا لازم نقضي على رجال الثلج. ما تنسوش تجيبوا لي لبس اللي سارها. طاقيتك حلوة، من وين جبتها؟ ما أدري بس أكيد جايبينها من محل. هاي هاي، في أحد يصابنا. وسع وسع، أنا جاي. لو بنخسر نخسر بشرف. وش تقول؟ أنت مو شايف؟ وصلنا، كله ينزل بسرعة. يلا انزلوا بسرعة. لو رفعت صوتك الكل هيفهمك. تمام، اعمل اللي تعمله. غريب. بصوا يا جماعة، لو حطيتوا اختراعي الجديد العظيم في نص قلعتهم التلجية وشغلتوه، أكيد هنقدر نخلص من كل رجال التلج. أيوة، بس هندخل إزاي من غير ما ياخدوا بالهم؟ نتنكر في رجال تلج وندخل عليهم، بس التلج ما حيخلينا نعرف نمشي، احنا لازم نلاقي شيء تاني. بتبصلي ليه؟ ما راح اسالك ليش جايب معاك كريم شانتيه، يلا جيبه، انا اعتقد انه راح يساعدنا. لا حد يتكلم. يومك سعيد يا فندم، طيتك حلو قوي بالمناسبة. لا تصرخ كده، انت اللي ما زعقش يا اخي، لحسن رجال التلج يشكوا فينا دلوقتي. اسكتوا بقى هتفضحونا. أحط دي فين؟ ظهرة قطم. جمعنا كل التكييفات الموجودة والتلاجات. خلاص ممتاز كده، احنا جاهزين لشتاء عمره ما هيخلص أبدا. العصر الجليدي بدأ. المكيفات اشتغلت، يلا نشغل الجهاز. تمام، ضبط الحرارة، دوبه راح يشتغل. استنوا، انتوا بتعملوا ايه؟ ابو طويلة، ده احنا يا راجل اللي عملناك، ما عرفتناش ولا ايه؟ امسكوهم بسرعة قبل ما يهربوا. لا لا ابدا، ما عندوش حق خالص. امسكوهم يلا بسرعة، لا يفلتون. ماكينات تجفيف الشعر. ها انتوا عملتوا ايه؟ انا هقضي عليكم حالا. ايش ده؟ هدول خربوا. مش هتقدروا تخلصوا علينا، احنا مش حاجات تنسوها بعد ما تستمتعوا بيها شوية. انا مش هسيب ولا واحد فيكم. يلا دوس بسرعة. يلا سلام يا ابو طويلة. ها لا زلزال، المكان راح ينهار كله. ايش بنسوي؟ باب الخروج انسد. ايش بنسوي؟ اركبوا بسرعة. أنا مش فاهم أنت بتقول إيه، بس أنت صديقي العزيز. هاي
نجحنا، احنا حلينا المشكلة خلاص. بتهيالي كده ممكن نرجع أعداء زي ما كنا. كيف يعني؟ كده يعني. القبطان يتحدث. بعد قليل سنهبط من مطار ملبانيا، رجاء ربط حزام الأمان وإغلاق الطاولة. استنى، ما خلصتش أكلي. لقد قلت لكم رجاء إغلاق الطاولات. الراجل ده شكله ودنه معايا. يا ابني معليه إذا سمحتلي، لكلكن لابسين ذات التيشيرت، شو المرسوم عليه؟ لعلمك هذه التيشيرتات عليها أكتر لعبة فيديو بنحبها، وكمان مشهور بيه اللي صمم اللعبة حيكون أكيد موجود هناك في ملبانيا، وإحنا رايحين نشوفه. وبعدكن عم تلعبوا بهيدا العمر، شي بيخجل. ترى اللعب ما له عمر. عيب كده يا ابني، بطل لعب وطالعني وإنت تكلمني. ما حينفع، لازم أجيب أعلى نتيجة وأوريها للسيد مشهور. يا ترى إيش حيقول في الافتتاح اليوم؟ يمكن مشهور بيه يعلن عن لعبته الجديدة اليوم. أطلب من ركابنا الذين يصرخون أن يجلسوا في أماكنهم. آسفين، اقعد. فين راح فلافيلو؟ أنا هنا درغام. إيش هذا؟ أنت صرت شنطة؟ بس شنطة مرة تقيلة. قل لي يا لي، فاكر الشنطة حقتنا كان إيش لونها؟ تقريباً أزرق. في واحدة زرقة جاية، هذه هي؟ إيوة هي. كويس إننا حطينا أشياءنا في شنطة واحدة، كده أحسن جداً. يلا تعالوا، يلا نروح مكتب السيارات. هي دي بقى شنطتي. وهاد راح ياخد السيارة الصفراء. أهلاً. إحنا جينا عشان كنا حاجزين سيارة عندكم. رقم الحجز قديش؟ قل له يا ليث إيش هو رقم الحجز اللي معاك؟ مو أنت اللي حجزت لنا. أنا ما راح ينفع يا بابا، أسيب اللعبة دحين. الرقم لو سمحت. بس أنا الحقيقة مو فاضي. أنا محتاج الرقم، من غيره ما في أي شيء بقدر ساعدكم. خسرت كل النقلات، خسرتها. ليش خليتوني أتكلم يا جماعة؟ ليث خسر. طيب لكان الحجز باسم السيد ليث. انتوا فعلا مأجرين سيارة، وسيارتكم موجودة وجاهزة بالكراج، فيكن تاخدوها. تمام، يلا تعالوا. سيارات مرة حلوة. أنا بتاعتنا دي؟ لا. ولا دي؟ لا. ايش هذا طيب؟ ما تبقى سيارات؟ هي دي. هادي مو سيارة، هادي ايش هادي بالضبط؟ اتفضلوا المفتاح، على مهلكم خالص. انت ما شفتوا انت بتختار السيارة يا ليث؟ ليش اخترت هادي؟ ما اعرف، انا وقتها كنت بحاول اخلص اللعبة. يا ويلي، ايش حنسوي؟ احنا انتهينا. ايش هذا؟ يا ترى الكمبيوتر هذا حق مين؟ هادي مو شنطتنا يا بابا. لا، تليفوني كان في الشنطة، كده مش عارف اتصور واتفشخر بصوري. تفضل سيد مشهور، هذه غرفتك، كلنا بانتظار خطاب حضرتك الليلة، يومك سعيد. شكرا جدا لذوقك. يا دي الحظ، مش مهم، انا كنت هغير. اما نفتح الشنطة، ايه ده؟ سيف بلاستيك؟ ده شكله عجيب قوي. انا كده ما عنديش لبس. انا مش مصدق شنطتي بدلت، الكمبيوتر ضاع، واللعبة الجديدة عليه. يا لهوي، دوس بنزين يا درغام، دوس بنزين. احنا كده ما حنوصل ابدا يا جماعة. سيارة هادي يعني ولا سلحفاء؟ سبقتكن شباب. غريب جدا، الكمبيوتر ده فيه مشاريع ألعاب. الحقوا يا جماعة، الحقوا، هادي صورة صانع الألعاب مشهور بيه. أكيد الكمبيوتر هذا حقه، الشنطة طلعت حقت مشهور بيه. سامع يا درغام، سامع يا درغام. يا عمي بالراحة. سامع يا درغام. معقول الموتور عطل بس من الهزة هذه؟ احنا بنرجع. اسرع اسرع، اليمين ينتظر، اليسار يدش. تمام، اسرع. احنا جايين عليكم. نطوا. ارس يلا. دول لسه بيرقصوا، شكلهم اندمجوا على الاخير. سيبكم منهم دحين، احنا بنرجع بسرعه مره. بابا
بابا في تلفريك، يلا نمسك فيه بسرعة. أوه، لحقنا نفسنا بس للأسف ما لحقنا السيارة. مو مهم، الصراحة أنا كنت مأمن عليها. ها يلا يلا ها ها أرقص أرقص ها كفاية بقى كفاية. مشهور بي، ساعدنا بك اليوم، هل أنت جاهز للعرض الليلة؟ لا، علشان شنطتي اتبدلت وكمان إعلان اللعبة على الكمبيوتر في الشنطة، أنا لازم ألاقيها. لكن ليس لديك وقت للبحث عنها ولا مش هينفع، الولاد كلهم مستنين اللعبة، مش أنت مستنيها؟ أيوة، ممكن تكتب لي أوتوغراف؟ مش دلوقتي، لازم ألاقي الكمبيوتر بتاعي حالا. صحيح، الشنطة كان فيها تليفون، أتكلم يمكن حد يرد. اوه احنا هنا فوق قوي، من هنا كله صغرنا شبه النمل. طب ما انا اصلا نملة. معلش انا اسف. كويس ان احنا عرفنا دحين ننزل اللي كانوا راكبين عشان نعرف نجلس براحتنا. شوفوا ايش لقيت، هذا فيديو اللعبة الجديدة اللي راح يعلن عنها اليوم مشهور بيه. ايش ايش وريني وريني أشوف. ايش هذا ابغى اشوف ورينة. انا ما في احلى من اللعبة هذه في الدنيا كلها. والمؤثرات حلوة مرة. عندك حق، المؤثرات في اللعبة حلوة قوي. أنا شنبي بيرقص من الانبساط، بصوا شنبي بيرقص لوحده. شوفوا شوفوا قربنا نوصل، خلاص قربنا. هولي أنا مرة مبسوط، حنقعد نلعب اللعبة الجديدة طول الليل. يا 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 لعبة كتير لعبة كتير لعبة كتير لعبة كتير لعبة كتير بابا بابا بالراحة، ما راح ينفع كده. لعبة كتير لعبة كتير راحة. يا واو ايش هذا؟ تليفوني تليفوني شكله بيدق. ترن ترن الأحمق بيتصل، ترن ترن الأحمق بيتصل. بابا مو وقت التليفون، سيبه مو مهم. بس هذه نغمة فلافيلو يا ابني، قل لي ليش بتتصل علي الحين يا فلافيلو؟ أنا ما اتصلتش، أنت ليه مسيفني من اتلي عندك كده؟ يعني مو هو اللي بيتصل، رد يلا. أيوة لو، أنت مو فلافيلو صحيح؟ ألو، أنا مش فلافيلو، أنا مشهور والظاهر شنطنا اتلخبطت. معقول معقول معقول. انت مشهور به؟ انا مو مصدق اللي بسمعه. بابا ما تتحرك حنطيح. احنا بصراحة دحين في وضع صعب مرة يا مشهور به. وانا كمان وضعي صعب، انا قدامي ساعة بالزبط واطلع على المسرح علشان اعلن عن اللعبة. حياتي ومستقبلي كله في ايديكم، ارجوكم ساعدوني ساعدوني، مستقبلي هيضيع. يا اولاد مشهور به محتاج مساعدتنا ضروري، بس يا ترى كيف نساعده واحنا متعلقين كده؟ دايما في طريق للخروج، افتكروا ألعابي، افتكروا كل حاجة فيها. يلا يا شباب تقدروا تنجحوا. عنده حق عنده حق. داني قربت تطول. أيوة أيوة حطالع حولي، يا ترى فين طريق الخروج؟ في صوت موية. أنا لقيتها لقيتها، خلاص قربنا. بابا ثقوا فيا. إيش راح تسوي؟ ثقوا فيا. يلا يلا أسرع أسرع يلا يلا أجد في حالكم يا شباب. يلا يلا أسرع 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 أسرع. لحقنا نفسنا. برافو عليك، زي ما قال مشهور بيه بالضبط، إحنا ممكن نفكر كأننا في لعبة وننجح كلنا. الحين كيف يتو هني؟ ألبسوا هذول بسرعة. يلا يلا قدف. يلا بسرعة يا جماعة، عندنا لعبة لازم نوصلها في الميعاد. يلا نعلن عن اللعبة الجديدة، ومعنا صانع الألعاب العالمي مشهور بي لكي يشرحها لنا. أيوة مشهور بي. أهلا بالجميع، ازيكم عاملين ايه؟ يا ترى انتوا كويسين؟ 3 2 1 0. انتوا شكلكم مستعجلين جدا. لعبة جديدة لعبة جديدة لعبة
طب أنا وصل الكابل اللي بين الكمبيوتر والشاشة ده يمكن أضيع شوية وقت. هم اللي واخدين كل الوقت ده. أنا مش فاهم هم لسه ما وصلوش ليه. وخروا أنا بشكركم من كل قلبي يا شباب. لو ما كنتوش ساعدتوني كان شكل هيبقى وحش قوي. يا ريت لو سمحتوا تقبلوا مني الهدايا البسيطة دي. مرة حلو، لعبة عليها توقيعك وكمان فانيلة عليها امضته وسندوتش بالطماطم. بس ما اديتكش سندوتش. المضيفة اديتهولي. لو سمحت أنا كنت طالب ميلك شيك اكسترا كبير، هاجي أخده ما تتعبيش نفسك. استنى بليز اقعد محلك، أنت ما فيك تمشي بالطيارة. أنا قلت ما تتعبيش نفسك. الطائرة تهتز، رجاء البقاء في مقاعدكم. نعم، عايز مساعدتي في تثبيت الطيارة حضرتك؟ أيوة طبعا أنا جاهز، جاي لك حالا عشان أساعدك. عد لثلاثة ونص. لا لا أرجوك مكانك. أنا جاي. ده أنا لعبت ألعاب فيها طيارات كتير، سيبوني هوريكو. بص واه. عليك الخروج من هنا حالا. النجدة. ما تخافش يا كابتن ما تخافش. استنى بس أنا بعمل حركات جامدة، حركة دائرية. الذي تفعله؟ لا لا. ايش هذا؟ قاعدين كده من دون لا كرافيتا ولا جاكيت وماخدين راحتكم على الاخير. موضة الفري خميس رائعة، الشخص يكون حرا ويرتدي ما يريد حتى ولو ليوم واحد. فري خميس يهو، خذي دي وانت كمان. ما الذي يحدث في شركات اليوم؟ ما تتكلمش كثير يا سيادة المدير، علشان النهاردة الفري خميس، خده. وده كمان. ماذا تفعل يا مجنون؟ النهاردة الفري خميس، ده معناه أننا أحرار في كل حاجة. ماذا تقول؟ يوم الفري أنت حر في ثيابك فقط، أكيد لست حر في تصرفاتك الغريبة تلك، أنت مرفوض. أنا فهمت غلط جدا يا سيادة المدير، أصلي كلمة حرية دي طلع عليها معاني كتير جدا. موظف غريب جدا. المهم تكعيبية. أفندم؟ أحدثك عن التيشيرت، يبدو أنك تفهم في الرسم. رسومات إيش؟ هذا يعني تيشيرت عشانهم في البيت. يسعدني أن أجد في فريقي من يفهم ويقدر الفن، لذا اسمعني جيدا، سيقام مزاد لبيع لوحات فنية لأشهر فنانين العالم في متحف الفنون. برافو. ولأني مشغول اليوم، ما رأيك لو أعطيتك أموالا كثيرة لتذهب بنفسك وتشتري لي بعض اللوحات على ذوقك؟ ها؟ موافق؟ أنا ترى يعني ممتاز. إذن هيا إلى عملك. ما الذي ترتديه؟ أنا رجل آلي، أكبر عدو للأشرار. مرفوض. لكن اليوم الفري الخميس. كفى، من اليوم علينا تغيير نظام الفري، يبدو أن لا يوجد أحد هنا يفهم معناه. يعني يا بنتي خليتيني ألبس التيشيرت حقك وشوفي إيش صار لليوم بسببك. مو شي سيء، حنتفسح في متحف الفن الجميل. متحف فن إيه؟ ده أنا افتكرته متحف شوكولاتة، قلت أما أجي معاكم. ما في شيء اسمه متحف شوكولاتة. ما أنا قلت كده برضو، وبما إني ما أعرفش حاجة قلت أروح أشوف. هاي يا بابا، هتاخد أي لوحة في المزاد هذا؟ ما هو عشان كده أنا قلت لازم أجيبك معايا. معانا فلوس قديش؟ كتير، ما تسأليني عن الفلوس اللي معانا، عشان أنا ما راح أقول لك كم. أهلاً وسهلاً، ممكن أعرف اسمك؟ ضرغام، المدير حقي أرسلني هنا. أهلاً وسهلاً بك يا ضرغام بيه، بعد شوية المزاد العلني هيبتدي، لو حابب تشوف اللوحات اللي هتتعرض في الغرفة الخلفية عشان حضرتك تشوف اللوح اللي هتعجبك. تمام، يلا نروح يا رزان، استنوا أنتوا هنا يا فلافيلو. معني مصدق جد؟
المكان فيه أشياء كتير حلوة بشكل رهيب. أيوة أيوة فاهمك يا ليث، في الثانوية كنت بعمل بطاطس رهيبة، محدش فاهم قيمتي الحقيقية. حد يساعدني. استنى أنا جاي. إيش سويتي عم فلفيلو؟ إحنا كده انتهينا. إيه ده؟ ما تخافش أنا هتصرف، هنروح نجيب الشعر ده الأول قبل ما تحس. اهرب. حسبكم بقى مع لوحة الحلوة دي عشان تعرفوا تشوفوها براحتكم. أشوفكم برا، بالتوفيق لكم في المزاد بعد شوية. مشت. يلا اختاري بسرعة. يلا شوفي أي لوحة رح ناخدها. حاضر يا بابا. أول ناخد اللوحة هادي، وطبعاً لازم هادي. وهادي وهادي كمان طبعاً. طبعاً طبعاً لازم، كأننا بنشتري كمثرة من السوق. بس أنت قلت معانا فلوس كتير. خلاص كنت بمزح معاكي، اشتري اللي حتشتريه. يلا خلص بسرعة عشان نمشي. ها؟ إيش ده؟ عندها شنب. كيف؟ اللوحة الأصلية ما كانت كده. تقريباً كده حريم كلهم كان عندهم شنب زمان. لا مو كده، الأصلية مو بشنب، في أحد رسم شنب وحسنه. إيش الصوت هذا؟ ها؟ كيف يعني؟ بابا شوف كده، في أحد رسمنا على اللوحة. خلاص لا تمزحي يا بنتي، ما في أحد غيرنا في الغرفة هذه. درغم بيه، لو خلصتوا خلاص أنا جاية حالاً. دقيقة واحدة. بابا لو شافوا الرسومات حيفكروا إحنا اللي سويناها، ورح نوقع في مشكلة. وإيش حنسوي؟ دقيقة، في صوت ضحك من واحدة من اللوحات اللي هنا. ممكن تفتح الباب ده بسرعة لو سمحت؟ لازم نبدأ المزاد العلني. وينك إظهر وبان؟ وينك؟ هو هنا. أنا مو مصدقة، هذا الرجال عبارة عن قلم بينط من لوحة لوحة زي ما يبغى. طيب اتصرفي بسرعة يا بنتي. تمام، أخرج برا وإشغل المدام هذه شوية. تمام حاضر. أيه تعال هنا، تعال هنا وصلح كل اللي سويته. أوه، إيه اللي بيحصل هنا يا درغام بي؟ وإنت بتعمل إيه هنا؟ ترى بنتي الصغيرة بتكشف على اللوحات اللي قررنا نأخدها، ما في داعي ندخل. بتكشف عليها إزاي؟ يعني إيه ده؟ هو يمكن عشان حضرتك ما تعرفين الموضوع هذا. ترى قبل ما نشتري أي لوحة لازم أول نكشف عليها كويس، نسمع ظهرها، نكشف على حلقها، ونكشف على لونها. كيف ما تعرف الأشياء هذه قبل كده؟ أنا مصدوم فعلاً. أصلاً أول مرة أسمع الكلام ده. خلاص لا تعرفي أي أحد الكلام اللي قلت لك عليه هذا. أنا عارفة أنا هعمل إيه معك بالزبط. يلا نسحب بسرعة كده، كمان وصلنا. دلوقتي أنا همد إيدي وأخد شعر الست دي بسرعة. إيه يا عم أنت اللي جابك هنا؟ الراجل ده بيطلع في كل مكان. يلا روح بقى. فين الشعر؟ فين؟ لقيته. الحرمة رايحة يا عم فلافيلو، يلا بسرعة بسرعة. فلافيلو، ليث، انتوا فين رايحين بالضبط؟ يا ولاد ادخلوا جوا وهدوا اول لوحة هتتباع عشان نبدأ المزاد. بس ادخل. هيا ادخل. خلاص انتهينا. هي صحيح؟ نعم هي، هاتها، علينا تغطيتها، ستكشف قبل بيعها في الصالة. هيا بنا. أتمنى تكون اللوحة عجبتك يا هانم، لو خلصتي ممكن نخرج عشان نبدأ المزاد. كشف. بس أنا لسه ما مسكت الرجال القلم إلين دحين. اسمح لي قبل جاكيت مالي. فيني شوف الفاتورة؟ طبعا تفضل. ممكن تستنيني شوية مدام، لأنه جاكيتك معلق بالأخير. حظنا كويس إن الحرمة ما انتبهت إن شعرها انقص، بس ما أدري كيف حنرجع لها شعرها تاني. بسيطة جدا، رأيي نلزق شعرها بأي لزق وخلاص. بص احنا هنا في المخزن، أكيد في لزق جوه. كيف حنلصق شعرها؟ اسكت، كل حاجة تنفع باللزق، أنت بس روح هات لزق وأنا هراقب الست لحد ما ترجع. طيب فين اللصق ده؟ راح فين يعني؟ مين هذا؟ أحد يطلعني. أنت إيش بتسوي هنا؟ لو سمحت طلعني من هنا، الرجال الرسام أخوي رسمني هنا داخل القفص وقرر يسجني. وليش سوى كده؟ أخوي ما له علاقة أبد بالرسم، وما يعرف إلا يخرب الرسومات الحلوة، يسودها ويرسم لها شوارب، واليوم قرر يخرب كل اللوحات الموجودة قبل المزاد، وأنا قاعد أحاول أوقفة رسم للسجن هذا، وسجني داخله وما أقدر أطلع. لا تزعل يا صاحبي. طيب قول لي كيف أطلعك؟ أكيد المكان هني فيه محايا تمحي فيها السجن هذا. تمام لقيتها.
كفو، لازم نروح نوقف أخوي قبل لا يبدو المزاد. ايوه حنوقفه، بس حنا كمان في مصيبة، في شيء لازم نرجعه لمكانه حالا. تمام خلنا نتصرف، انا ابي منك شيء بسيط، تقرب اللوحة عشان تصير لي بلوحة أخوي عشان أقدر أقفز من هنا لهناك. يلا 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 بسرعة. يا ريت يا جماعة تتفضلوا تقعدوا عشان هنبتدي المزاد دلوقتي حالا. يا بابا دحين يكشفوها ويشوفوا الرسومات ويفكروا إحنا اللي سويناها. تصرف. لحظة، أنتوا ما ينفع تتزوجوا أبدا. حضرتك بتقول إيه يا درغم بيه؟ أنا معترض على الزواج هذا. ما تهزرش من فضلك يا فندم، إحنا هنا مش في كتب كتاب. آسف، ترى أنا في أوقات بخربط في الأماكن بس. ها ليكو لقيته، تفضلي. أشكرك وايد. أب 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 أب. دقيقة واحدة يا مدام، أحد قال لحضرتك قد إيش أنت حلوة اليوم؟ أنا؟ ما أدري كيف أشكر ذوقك، أنت وايد مؤدب. العفو يا خالة، نبغى نشوف حضرتك في المكان هذا مرة تانية. لا لا لا، كله تمام. يلا إحنا ماشيين دحين، باي باي. ودلوقتي هنشوف أول لوحة معروضة النهاردة للبيع. لو سمحت ابتدي اكشف الغطاء عن اللوحة. طبعا يا فندم. يا ماما، رجلي رجلي انقطعت تقريبا. تمام، الحين ابيك تحطني عند اللوحة اللي على المسرح. سيبكم من الراجل ده، من ساعة ما جه المتحف وعمال بيتصرف بجنون. اكشفها. علم وينفذ. بنتي يا خسارتنا، راحت علينا، خلاص كده انتهينا. بابا استنى، شوف كده. تعدلت، يا سلام خلصنا. بابا ما حتصدق اللي صار لو قلت لك دحين. لا شوف اسمعني انت الاول، اللي صارنا اسوأ بكتير. حكايتنا هي اللي اغرب بكتير، حكايتنا فيها حروب ليزر وآليين وديناصورات ورجال فضاء. لا تألف يا فلافيلو. بنشكركم جدا على حضوركم، هنستناكم تاني. مع السلامة يا بنتي. مع السلامة. دي تقيلة أوي. يلا نشوفكم قريب. توقف، اذهب، قلت لك توقف. أخيرا مسكتك. أنا آسف يا أخوي، بس أنا ما أقدر أخليك تخرب اللوحات الغالية هذه، صراحة جريمة وايد عودة، لازم أسجنك هني لين ما تفوق وتعقل. هدول هناك هم. رجل الفرشاة، شكرا على مساعدتك لنا اليوم. أنا اللي مفروض أشكركم، ترى بفضل مساعدتكم أنقذنا لوحات فنية نادرة، وبغيت أهديكم هدية صغيرة من عندي. إيش الهدية هذه يا ترى؟ هي طبعا بيكون أكثر شيء أعرف أسويه في حياتي، برسم لكم لوحة حلوة. شنو أرسم لكم يا ترى؟ هو في إيه؟ ده بيبصلي أنا، بتبصلي ليه؟ ها؟ في حاجة على مناخيري؟ حقا لا أصدق، لوحة مبدعة جدا، يا لك من فنان، كنت أعرف أنني يمكنني الوثوق فيك. العفو يا فندم، في النهاية وصلت الموقف هذا بسبب فانيلة رخيصة ومتقلدة. ماذا تقول؟ لا ما في شيء.